واحد درب مراته على استخدام المسدس وكان هو أول واحد ضربته بيه. أنا أحمد النجار وأحكي لكم اللي حصل. راجل وست في الأردن متجوزين بقالهم 25 سنة وعندهم 8 أبناء. الست بتقول إن جوزها كان بقاله سنتين بيتعاطى مخدرات وبقى بيضربها وبيتعامل معها بأسلوب وحش جداً، وفي يوم وهي بتصحيه ضربها وشتمها، فقررت تجيب المسدس وضربته رصاصة في دماغه ومات. ساعتها أولادها صحيوا على صوت الرصاصة، قالت لهم بكل هدوء ما تقلقوش يا أولاد دي ألعاب نارية، وفضلت طول الليل تفكر إزاي تخلص من الجثة دي، وقررت في الآخر إنها تدفنها بين الحيطة والسرير. وبدأت الحفر فعلا عشان تنفذ خطتها، وساعتها ابنها الكبير حس ان في حاجة مريبة واخد باله من اللي امه بتعمله، فدخل عليها لقى ابوه غرقان في دمه فقرر انه هيبلغ الشرطة. وساعتها الام قالت له ان هي كده هتتحبس والعيلة هتضيع من غير اب ولا ام، فالابن عشان ما يضيعش العيلة قرر انه يساعد امه في دفن ابوه. وبعد يومين ريحة الجثة طلعت، فقرروا انهم يحلوا الموضوع ده بانهم يحفروا حفرة اوسع في الجراج تحت العمارة، وبدأوا الحفر فعلا. وساعتها بنت الست جت وشمت ريحة مزعجة جدا في البيت، وشافت اخوها بيحفر في الجراج فحست ان في حاجة مريبة، فالام حكت لها على اللي حصل وحاولت تقنعها زي ما اقنعت ابنها. البنت قررت انها تبلغ عمامها، وعمامها قرروا انهم يبلغوا الشرطة. الشرطة لما جت طلعت الجثة من الأوضة وقبضوا على الام والابن، وتوجه للأم تهمة القتل العمد وللابن تهمة التدخل في قتل عمد.